ايه رايك في بنات اليومين دول؟ ايه رايك في بنات اليومين دول؟ لو في يعني في بنات كويسين في بنات مش كويسين. لا اللبس طبعا مش عاجبني. ما بقتش زي زمان. ترجع برضه للتربيه. في بنات محترمه كتير. هو المشكله فينا كشعب كلنا احنا اخلاقياتنا الذوق ما عادش في ذوق بقى منعدم بصراحه. بتبدا من التربيه من الصغر مش التربيه بس في البيت التربيه كمان في المدارس اللي هي يعني اختلفت دلوقتي ما بقاش في اصلا مدارس عادي يعني ما فيش جديد هو في تدني شويه في الاخلاق بس عادي برضه انا ما اعرفش ده بقى بيحسبوه تقدم ولا حضاره ولا ايه ما اعرفش بس يعني المفروض يلموها شويه ما يعرضوهاش ده البنات هي التربيه اصلا بقت قليله اصلا عند رب الاسره النت برضك سبب اساسي للمجتمع اللي احنا فيه او المجتمع اللي بنشوفه دلوقتي عندك مخاوف من سلوكيات الاسس اللي هي البنات اللي من دول؟ لا 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 مش عندي مخاوف ان كل واحد بيربي صح في الاساس الموضوع بيطلع بالنسبه له بعد كده كويس مش مقلق يعني بصوره اوضح مش عايزين نكون صارمين ناس كتيره بس يعني برضه ترجع للتربيه كده كده من بعد الثوره وكل حاجه اتغيرت يعتبر خلاص مش هيجي البنات بس اللي يعني نتكلم عليهم الاب لما الاب ليه شغله والام اللي بتربي الاب ليه دور بس اوقات مبقاش الدور جامد زي الام الام عليها كل اي حاجه كل حاجه على الام الاب هو كل حاجه في البيت يجيب فلوس يصرف يروح يجي انما في البيت ما هوش شايف ايه اللي بيحصل في البيت الام هي كل حاجه والله هو طول ما انا بحافظ على نفسي بحافظ على بيتي ما لوش دعوه ده انا رايي البيع عندي مش قليله او مثلا الشعور عندي بيطلع بسرعه انا هعاكس ليه؟ لان انا شايفها عايزه تتعاكس من ايه؟ لبسها بيبقى ضيق بساطها بتبقى كتير شعرها مفرفط ورا ظهرها كده بس اللي بيخليك تعمل حاجه زي كده او تتكلم انت عامله كده ليه بتاع طبعا يعني انا لما اتجوز او اجيب طفله اكيد هبقى عندي مخاوف من كده او اخاف على اختي اخاف على بنتي اخاف على مرات ابويا الحل الله اعلم يعني لازم تبينكم صالح شويه